السلام عليكم. اليوم فيديو جديد برضو زي آخر فيديو، اللي هو كان الناس ممكن ترجع تشوف آخر فيديو اللي هو عن أوكرانيا، لأنه الأسئلة دايما بتكون على القناة في اليوتيوب هي عن أوكرانيا آخر أيام. فاليوم اسم الفيديو أو عنوان الفيديو اللي هو العمل في أوكرانيا، لأنه كثير من الشباب بتسأل إنه هل ممكن الواحد بعد يجي مثلا يدخل أوكرانيا، هل ممكن يعمل ويدرس، أو ممكن يدرس بس، أو هل ممكن مثلا يجي عن طريق عمل. فاللي هو السؤال، الإجابة إنه ممكن تجي عن طريق اللي هو فيز العمل، بس في دول ما متاح لها إنك مثلا تأخذ تأشيرة، وفي دول ممكن تأخذ تأشيرة اللي هي عمل أو اللي هي سياحة، وبيعتمد على الدولة اللي انت مقيم فيها. حتى لو انت باسبورتك ما مثلا من الدولة اللي هي ما ممكن يسمحوا لك، بس انت مقيم في دولة تانية، فممكن تدخل عن طريق سياحة او عمل. فبالنسبة للعمل في اوكرانيا، اوكرانيا هي اصلا يعني دولة، مش اللي هي دولة اوروبية زي ما قلنا في اخر فيديو. فاللي هو العمل فيها يمكن الرواتب ضعيفة بالنسبة لاوروبا، لانه اللي هو عملتها اللي هي الجريفين، برضه حنتكلم عن الجريفين حاليا او سعر اليوم اللي هو بتاريخ الفيديو نفسه، اللي هو $1 بيعمل 28 وشوية، 28 وشوية جريفين بالعملة الاوكرانية. فبالنسبة لانه الدولار عامل 28، فاكيد اقتصاده شوية ما زي اوروبا، اقتصاده نازل شوية، ما حتى الخليج يمكن اقوى. فبالنسبة للشغل فيها، الرواتب ممكن أقول بالنسبة للرواتب الحكومية من 250 لحد 400 أو $500. بالنسبة للشغل الخاص ده بيعتمد عليك أنت، في ناس ممكن في اليوم تدخل مثلا $50، في ناس تدخل 40، ده في اليوم بالنسبة للشغل الخاص، سواء كان شغال في مطعم، شغال في مثلا كافيه، شغال في اللي هو مثلا تاكسي، شغال اعمال تانية، مثلا في اعمال ممكن في اليوم بدوك مثلا 500 جريفن اللي هي ما يعادل $20. فاذا حسبنا 20 في 30 هتبقى يعني حوالي مثلا $600 اللي هو في الشهر. في الرواتب الخاصة اللي هي ممكن نقول تبدا من $500 لحد 1500 اذا انت اجتهدت او اشتغلت ساعات عمل كثيرة. فدي بالنسبة لي اللي هو الشغل والعمل في اوكرانيا. بالنسبة للصرف، طبعا اتكلمنا برضه في الفيديو الفات انه الصرف قليل، يعني البلد رخيصة، يعني مثلا انت كشخص واحد ممكن كإيجار كسكن اللي هو إيجار كمعيشة مواصلات، يعني من 200 لحد $400 دي بتكفيك حسب صرفك. يعني في ناس ممكن تصرف في الشهر كامل مواصلات ومعيشة وكده $150، في ناس بتصرف أكتر بيمشي بتاكسي، في ناس بيمشي بالمترو، في ناس بيمشي بتاكسي، في ناس بيمشي المكان الشغل قريب برجوله. فبيعتمد عليك أنت، وبيعتمد على طبيعة يعني طبيعتك أنت، مثلا بتمشي كيف، بتاكل شنو، بتصرف كيف، بتمشي مع منو برضو الناس، أو المحلات اللي بتمشيها غالية رخيصة. فكل شيء بيعتمد عليك أنت. فلحد هسي يمكن جاوبت على السؤال بتاع العمل في أوكرانيا. وبالنسبة لل الدعوات، قلنا في دعوة دراسية، دعوة اللي هو سياحة، دعوة عمل. فدائما الناس بتجي أوكرانيا أو المتاحة هي دعوة الدراسة، إن الناس اللي يعني أنا مثلا بقصد أو اللي هو المفروض يعني يكونوا زي ما بيقولوا أكتر ناس بالنسبة لأوكرانيا يعني سهل إنك تدخل أوكرانيا هو الدراسة. بالنسبة للعمل في دول يعني ما متاح، في دول متاح. بالنسبة للسياحة ونفس الشيء، في دول كده ودول كده. واخر ايام في دول حتى فتحوا لها التأشيرة لأوكرانيا سياحة، يعني بيخشوا من غير تأشيرة، ما في اصلا تأشيرة في دول كثيرة عربية. ففي الفيديو الجاي هتكلم عن الحاجات دي برضو، عن اللي هو التأشيرة، ويا تل ممكن متاحة، ويا تدولة ممكن تدخل من غير تأشيرة، ويا تدولة عايزة تأشيرة، والاسهل ليا تدولة. فاقول لكم بيس، اشوفكم في الفيديو الجاي، وسوري برضو على الكواليتي القليلة، فيديو زي ما بقولوا عفوي. يلا، سلام عليكم.